جمهور النادي الأهلي بيحب وبيفضل دايماً أننا قبل ما نبدأ بالترتيب الزمني الطبيعي بالبيوغرافي والسيرة الذاتية لضيوفنا أن احنا نبدأ بالحديث عن آخر أخبار النادي الأهلي وعن علاقتهم وعشقهم للنادي الأهلي. أولاً آخر الأخبار، مباراة العودة وترقب مباراة سان داونز يوم السبت المقبل والفوز 2-0 في المباراة الأولى والاستعدادات ورئاسة الكابتن خطيب للبعثة في بريتوريا. مجرد أول حاجة رئاسة رئيس النادي الأهلي للبعثة، عادة رئيس النادي الأهلي بيرأس البعثة في المباراة النهائية يعني، لكن لاحظنا كابتن محمود الخطيب حريص على التواجد في الأدوار لسه قبل النهائية، ده بيؤكد أهمية مثل هذه المباريات، بيدي دفع معنوية كبيرة جدا للعيبة. كابتن محمود الخطيب بتاريخه الطويل أعتقد ده هيبقى دفع معنوية للعيبة. الأهلي لن يسمح ولعبته بإذن الله يعني أن تتكرر مأساة 5-0. وجودك وانت مسافر ومعاك 2-0 انا شايف نتيجه جيده جدا مع فريق قوي زي سان داونز. متوقع باذن الله النتيجه ان لم تكن التعادل يعني، فالاهلي هيبقى في فرق هدف لينا باذن الله. هل فريق الاهلي شكله اتغير للافضل في السنتين، في السنه ونص دول تحديدا بعد 3 فترات انتقالات وجهد كبير من لجنه التطوير والتخطيط لكره القدم وتجديد او اعاده بناء الفريق اللي لسه مستمر؟ المؤكد لان النادي الاهلي مر بفتره اللي هو تغيير الجلد اللي بتمر بيها كل فرق العالم، بس جمهور الاهلي لانه جمهور عظيم وكبير هو ما يحبش، هو عايز كل الماتشات تفوز فيها، كل البطولات تاخدها، وده امر حتى ما فيش فريق في العالم بيحققه، ما بيبقاش محتمل الفترات الانتقاليه. الفترات الانتقاليه جمهور الاهلي ومع ذلك صبر يعني على في فتره التغييرات وتحملنا سنه ونص، لكن مع الاداره الاخيره برئاسه كابتن محمود الخطيب بلجنه الكره اعتقد بقى في خلطه حلوه جدا من اللعيبه. متفائل خير بوجود فايلر، عمل نتائج حلوه لا باس بيها يعني، عندك قرابه 15 فوز في الدوري العام يعني، لا وتقريبا يعني مش عايزين نسبه الاحداث، بس خلاص الاهلي بطل الدوري ان شاء الله العام. ان شاء الله زي ما بيقول الدستور المصري الشعبي ان شاء الله. الاهلاوي محمد علي خير وليس الكاتب الصحفي او الاعلامي، مشجع النادي الاهلي، عاشق النادي الاهلي، هل هو من الاراء او الناس اللي نفسها وعندها طموح كبير قوي اننا نفوز في المباراه الجايه خارج ملعبنا، لان دي تبقى عوده لشكل الاهلي، فريق البطولات، الفريق الكبير، الفريق صاحب التاريخ الاكبر في القاره السمراء، وانه يقدر يفوز على اي منافس مهما كانت قوته خارج يعني على ملعب المنافس وبين جماهيره؟ خلينا نقول كان في فتره وتحديدا في فتره تولي الكابتن مانويل جوزيه النادي الاهلي كانت الرساله دايما الدائمه الاهلي خارج الارض زي الاهلي داخل الارض، وهو بيلعب على استاد داخل مصر، وكنا بنحقق نتائج رائعه في الفتره دي. اعتقد دي هنلاقيها خلال المرات القليله القادمه، متوقع السنه دي، لان حرام ان احنا نوصل لنهائي البطوله موسمين ورا بعض وما ناخدهمش يعني اعتقد التالتة تبتة وهنشيل الكاس المرة ان شاء الله، والبداية او بداية بصمات الفريق البطل تظهر ان شاء الله من المباراة الجاية يوم السبت، وانا متفائل بيها جدا يعني إن شاء الله. خاصة الاخبار اللي جاية من البعثة هناك بتؤكد ان في روح قوية وفي دافع كبير في وجود ان البطل يعود فائزا ولا يرضى بفكرة يعني نتيجة عادية او يكتفي بنتيجة القاهرة.